حالة صعبة يعيشها سكان الخيام على شاطئ بحر، يعني حالة صعبة. ارتفاع الموج تسبب بغرق عشرات من الخيام في على طول شاطئ بحر خان يونس وبحر الوسطى، يعني حالة مأساوية صعبة عاشوها السكان النازحين على طول الشاطئ. كما نشاهد هذه الخيام كلها تعرضت للغرق هذه الليلة بسبب ارتفاع الموج. الأهالي تقوم بصناعة بعض السواتر بهذا الشكل، هذا الموج بهذا الشكل. والله الوضع كان يخوف إذا ما كانش من اليهود من البحر نفسه. غربوا أطفالك الليلة؟ أطفالك غربوا؟ والله الأطفال شردته هي ومع مرت، قلت بروح على أهلك من غير الخوف، ما مرت حامل. يعني كما نشاهد هذا حال السكان، شردوا من الموت، تعرضوا لموت وغرق على طول شاطئ البحر. عشرات من العائلات أو ألوفات من العائلات تعيش بهذا البساطة. سلامات يا حاج، ليلة صعبة كانت الليلة؟ أبسة من الليلة، ما شفتش ليلة يا الله، يعني سوري قهوة من ماء البحر والعذاب اللي تعيشه. فجأة هي صارت ارتفاع الموج؟ فجأة 6 متر يا زلمة ارتفاع الموج، يمكن أكثر. يا الله، هاي 6-7 موجات ورا بعض. هذول الأطفال ايش صار فيهم؟ هذول الأطفال جبناهم على شكل تلنا جبناهم فوق. يعني خيمتك دخلت فيها المي، هذه الخيم، هاي الخيمة تعرضت للغرق، هذه الماء مياه البحر دخلت داخل الخيم. كما نشاهد كل هذه العائلات تعرضت للغرق، هذا جزء بسيط من معاناة سكان الخيام على الموج.